2009 جويلية، واللي باش تطرح فيه عدة مشاكل تهم الهجرة، منها مثلا قضية الهيئة العليا، الهيئة العليا للهجرة والمهاجرين حاجة كيما هكا. هذا طلب معناها قديم، نحبوه يتحقق، لكن بشرط أنه تكون متواجدين جمعيات اللي حقيقة مستقلة، ماهيش جمعيات معناها صديقة للحكومة وموجودة بعد معناها تتكون دو بليز أن بليز. يعني نحبوا جمعيات مستقلة وما تمثلوش كل الهجرة، تمثلوا نوع من الهجرة، لكن تمثلوا كل الهجرة كلي وقت اللي تحق الركوب معناها تتظاهر وتتجمع وتساند بضربات، ضربات الجو، كو سوا فيما يخص الحريات، فيما يخص المساواة، فيما يخص النضال ضد العنصرية اللي موجودة في أوروبا، فيما يخص النضال ضد الإسلاموفوبيا، وتعرفوا أكثر المهاجرين هما المسلمين، معناها يتشكاو من عنصرية خاصة بالنسبة للدين والإسلام. إحنا كجمعيات مستقلة معناها نظرة لكل هذا، النظرة لحقوق المهاجرين فيما يخص وضعيتهم الاجتماعية إلى آخره. حبينا نعملوا باش نبينوا معناها، حبينا نمشيوا للاجتماع تاع نهار 9 بوضوح بعلنية، تشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الرابطة، لأنه احنا نعتبروا احنا معناها في المجتمع المدني كونتر بوفوار، معناها عندنا رأي حبوا ياخذوه بعين الاعتبار. عملناه في ظروف معناها متقلقين ياسر في الهجرة، متقلقين من المد معناها السلفي اللي معناها يخليش الناس ما عندنا حد شيء، كل واحد عنده الحق يمارس دينه كيما يحب. اما المشكله تولي كي تحب معناها تفرض ممارستك ولا رغبتك للدنيا وللحياه والدين تفرضها على الناس الكل، وقتها احنا هذا نخوفوا له ونحاولوا نتصدر له. وندوتنا معناها تنعقد في ظرف خاص، في ظرف عميد نتاع كليه معناها شاكين بيه ومرضوا فيه معناها في مقدمينه في المحكمه، في ظرف انه الهيئه تاع الصحافه تاع كمال العبيدي معناها حلت روحها ولا جمدت روحها وكذا، هذا يدل على شيء، يدل انه الامور ماهيش طبيعيه، الامور ماهيش نورمال. ونقول الشيء هذا خاطر احنا كيما ندافع على الهجره ندافع على الحريه، لانه احنا ماناش معناها ماناش فوتوكوبيه نتاع الشعوب القديمه، عندنا راينا في الحياه، عندنا راينا في الحريه، في حقوق الانسان، بس سكنا بيه. وقت المبادئ تاعنا هي اللي خلاتنا معناها نمروا عبر السنين، ومازلنا معناها مازال عندنا شويه امكانيات باش نعبروا على سوق. الظرف هذا بالذات معناها حبينا ان نعملوا ندوه، مطالبنا موجوده لهنا، لوزانفيت معناها باش تاخذوها، هذا الكراس هذا صدر معناها ومشكورين معناها بالقطاع جريده الشعب تاع الاتحاد اللي هو معناها يعاون فينا. لأنه جمعيات موجودة في علاقتها مع الاتحاد هي علاقات قديمة. أنا في المنصة هنا معناها الأخ قاسم الاتحاد، عن فتح الكليلي، عبد الرحمن داهذيلي، ناصر شلول، ومحسن كامل، دونك باش نحاول، ومحمد صالح الخليجي من الأرض، وسي مخرج الخليجي. وسيمون اللي جنبي طبعا اللي هو صديقنا معناها صديق الاتحاد، باش نعطي الكلمه توا